استلمنا الرواتب مع الوقف السني ولا البصمه ما تطلع، لو ياكلون كم شهر، كل كم شهر ياكلون منا، ما شهر ما شهرين ياكلون علينا. يعني وش قد هو مال عقود؟ عقود اقل من 200 الله وكيل الراتب، ما تعرف تنطينه الايجار، ما تعرف تنطينه المواليده، ما تعرف يعني المعيشي، يعني اشو نحن نظل هالشكل؟ والله تدمرنا، نحن من الايمن، راحت على رحنا يعني طعينا ارواح شهداء طعينا، المفروض يعني المعاملات يمشوها، الدوائر تفتح، يعني تعبنا الله وكيل تعبنا. ملينا من هالعيشة هذه. ايش نطالب؟ العقود خلي يثبتوهم، يزيدون رواتبهم شوية، يعني يدحقون على هالناس الفقيرة، أهل البسطة موقفينهم، يعني أنا عندي من الناس أخوي بسطة حتى راتب ما عنده. إيه نعم، انطلقت الرواتب للمتقاعدين العسكريين والمدنيين. بس ظلت يمكن الرعاية ما أعرف بعد تأخر. هي هاي المشكلة، الرواتب هاي أخروها. زين هذا التأخير الرواتب ما يقعد. إيه نعم. والله يأثر، شو ما يأثر، الحالة الاقتصادية مال البلد تعبانة، ناس عايشة على الدين، كلها تاخذ بالدين. زين بالنسبة للمبيعات مال المكاتب؟ ايه يمكن بالمليون خمسة، يعني المليون 5000 زين، يعني زين كل زين. ايش قلت 3000؟ 3000 بالمليون زين، يعني الراتب 500 1500، يعني كل زين. ايه والله جيت استلم راتب اخويا، يعني انا قيمة عليه ما التقاعد. ايه جاء هاي يعني صار بس تاخر، يعني تقريبا 10 ايام تاخر عن موعد. شنو سبب التاخيرات؟ يأثر عليكم انتم؟ طبعا شلون مثل هسه اني استلم راتب رعايه، والرعايه تعرف يعني بامس الحاجه احنا لها، بعد تتاخر كل شهرين على يعني نطلب الناشد ان يسووها كل شهر بشهره حتى يعني تخدمنا وتفيدنا.